إغلاق أبواب كنيسة المهد و27 مسجداً في مدينة بيت لحم في حادثة هي الأولى من نوعها منذ عقود بعد إعلان حالة الطوارئ بموجب توصيات وزارة الصحة الفلسطينية في مدن بيت لحم وأريحة والأغوار إثر الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا الجديد لسياح في فندق في المدينة. إحنا هدف بس مجرد تسكيرها وإغلاقها لهدف وقاية لهدف الأمان أكثر للناس تتريح، بس هو إحنا ما بدنا ننشر لا ذعر ولا خوف ولا أي شيء، كل شيء تحت السيطرة والأمور ماشية. وإلى حين صدور نتائج فحص المشتبه بهم أوصت وزارة الصحة بإغلاق المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب وإلغاء النشاطات الجماهيرية كافة ل14 يوماً كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس الكورونا. مدينة بيت لحم ستخلو خلال أيام من الوفود السياحية بعد قرار رسمي بعدم استقبال الوفود السياحية الجديدة كافة، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن سلسلة إجراءات وقائية قد تبدأ بإخضاع كل مسافر فلسطيني لدى عودته للأراضي الفلسطينية للعزل المنزلي لمدة 14 يوماً وصولاً لمنع النشاطات الجماهيرية في الأماكن المفتوحة والمغلقة في مختلف أنحاء الضفة الغربية. خطوات رسمية تهدف لنشر الوعي والحذر بعيداً عن الهلع والقلق المرافق لأخبار انتشار فيروس كورونا الجديد عالمياً. من مدينة بيت لحم، إيمان عرقات، بي بي سي.